إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. في بداية هذه النشرة، مباراة بطولية تلك التي أدها أسود الأطلس قبل قليل ضد منتخب لاروخا الإسباني، حيث انتهى اللقاء بينهما بهدفين لمثلهما بعد أن كان المنتخب الوطني متقدما في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من هذه المقابلة، قبل أن يقرر طاقم تحكيم الفيديو منح هدف التعادل لإسبانيا. والتحكيم يطرح من جديد علامات استفهام كبرى. جيهان جهوري، أن تقصى حسابيا من الدور الأول بعد هزيمتين متتاليتين وتظل مدعوما بجماهير متحمسة كأنها تتابع مباراة برهانات التأهل، فذاك حال النخبة الوطنية التي لم تستحضر خروجها المبكر أمام العملاق الإسباني وخاضت المواجهة تفاصيلها. انتظرنا أداء مشرفا يكرس ما بصمت عليه عناصر إيرفيرونار أمام البرتغال، وانتظرنا أيضا تغيير الرصيد الخالي من الأهداف المسجلة، وذاك ما حدث في آخر مباراة بالأراضي الروسية. خالد بوطيب كان في الموعد بعد ربع ساعة من اللعب وسجل أول أهداف المغرب بروسيا. المباراة التي غاب عنها العميد بن عطية عاشت التوازن من جديد بعد هدف إيسكو من تمريرة دقيقة للساحر إنيستا. بدا بعدها أن بطل العالم لسنة 2010 استفاق، لكن خالد بوطيب ظهر من جديد منسلا من الدفاع وكاد يتقدم أمام الإسبان لولا الحارس دافيد دخية. بل حتى حكيم زياش جرب حظه، لكن كرته ذهبت فوق المرمى. بعد الاستراحة نور الدين أمرابط سدد كرة لا تصد إلا من قائم أيمن كرس رغبة جيل بأكمله في إعطاء صورة جميلة عن منتخب وشعب يعشقان كرة القدم، والصورة ستترسخ بعد هدف يوسف نصير الرائع من ركنية لفيصل فجر. لكن بعدها تقنية الفيديو التي لم تطبق لاحتساب ضربة جزاء واضحة للمغرب في مباراة البرتغال اشتغلت وبشكل جيد لصالح الإسبان لاحتساب هدف لم يرى الحكم أنه من وضعية التسلل. خلاصة القول، المغرب لم يفز في مبارياته الثلاث، لكنه فاز بجيل أقام العالم ولم يقعده بعد أداء بطولي لجيل سيظل راسخا بالأذهان رغم الخروج الذي كان مشرفا.